انا مش عارف اشكرك ازاي على الكلام الحلو ده، والله ربنا يخليك، تسلم لي على الكلام الحلو انا ده، بقوله من والله قلبي، ربنا انت يخليك، عامل والله انا اللي اغنيه، مبسوط ان انت انا عامل معاك كذا والله اغنيه، بس العظيم. انا في واحده ماسكه معايا بقالها اي فتره واحده بقى؟ بتاع زمان، الله، ادم. بتاعت ادم. يعني انت فيك دي سبحان الله، انا الحمد اسيب لله. لهم بس يرحبوا بيك، انا اسف. طب منور الدنيا ربنا ومنور عيش يخليك، سعيد، واحنا ربنا مبسوطين يخليك، قوي 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 ان احنا النهارده انت منورنا في تسلمي. عيش سعيد. بس انا يعني بوب دخل دخله انت قويه، ايه دوده الاذن بتاعتك زي يعني بوب كده انا الاغنيه. دوده الاذن انا قلتها لك وانت داخل، بس انت صدمتني، انا كنت ربنا فاكره ان انا على الزمن يعني بقى. يعني انا يا جماعه انا من ده انت الناس. عرفتيها السنه اللي فاتت على بس. فكره، طلعت لا انا اغنيه بقولك اصلا 10 من قريب. سنين، انا بجد والله. بسمعها من 10 سنين، فانا كنت بقوله على اغنيه كل اللي كان، دي اغنيه خطيره الحمد لله بصوته، مش بس الحمد لله ملحنها، لا هي كمان بصوته، الحمد وانا لله. بحبها جدا وبسمعها لحد دلوقتي على طول كتير في العربيه بسمعها. طب والله بس كويس، انا الحمد بقول له لله، ربنا الاغنيه دي يخليك. ايه، انا بسمعها من 10 سنين، قال لي لا هي الاغنيه دي من 2006، فعارف 2006. اللي هو ايوه. ايه ده الخضه دي لا بس 2006. انا مبسوط ان هي عايشه لحد دلوقتي ايوه كده، طبعا، هي ما لا وان هي خزنه بتسمعني. لحد دلوقتي الحمد الحمد تبقى لله، عايشه، الحمد دي لله حقيقه. طبعا، الحمد مثلا لله. هسألك بقى السؤال اللي هي اللي هو اتفضلي التقليدي، لو بنبتدي بنقول بسم الله المدين عايزين يعني نرش الانسان يقول ميه. ايه المدين الفنان لا لا والحاجات دي. طيب مش الدرجات ده دي، لسه لا ده لسه لسه جايه، ما وصلناش المرحله دي. جايه الاسئله دي. لا بس عارف احنا بنبتدي بنرش ميه، يعني فاللي هو بنحط يلا. الكراسي كده ايوه ولسه بنتعرف يعني، عامة ماشي، احنا طلعنا جيران طب فدي حاجة كويس لذيذة. جدا، فاحكي شرفني لي والله. كده، امتى حسيت ان انت ايه ده انا عندي حاجات لذيذة وبلحن وبدندن وممكن اطلع للنور بحاجات حلوة، حسيت ده انا امتى؟ بقى انا مشواري يمكن طويل قوي قوي يعني زياده عن اللزوم، لاني ابتديت من وانا طفل صغير، والكلام ده كان في 89 و90 حاجه كده يعني، ده اول حاجات رسمي تنزل لي يعني. وكان كل الحاجات اللي هي كرتون الاطفال كنت انا اللي مغنيها، كان اغنيه مثلا اسمها كرتون السندباد البحري، اطفال العيله اعمله الليله، انا اللي مغنيها. مسلسل حلوة قوي. ام كلثوم كنت انا بمثل فيه دور الشيخ خالد اخو ام كلثوم. اغنيه اجمل شيء في الكون لما ماما تكون، يمكن يعني الجيل بتاعي اللي يبقى عارف ايوه الاغاني ايوه دي شويه، لذيذة، ويعني ايوه بنفتكر. حتى الاعلانات انا اللي كنت عامل اعلانات كتير جدا. في يا مكتبتنا، حاجات القراءة الجميع كلها انا اللي واو، مغنيها برضو، انا ومعايا الفنانة الجميلة ريهام عبد الحكيم وآيات فاروق ومي فاروق، ويعني فنانين كبار دلوقتي يعني، ودينا احمد. فانا بتكلم وشيري عادل كانت بتعمل وشيري برضه. عادل كانت بتمثل الدور انا لما بحب ايوه. لا مش هي اللي بتغني، شيري كانت هي اللي بتمثل. انا كل ده فاكره ان هي اللي كانت لا بتغنيها. يعني كان اوكي. في اغنيه اسمها مد ايديك وانا مد ايديا، كانت هي برضو بتمثل فيها الاداء ليبسينك ليبسينك بس، وانا كنت بغني انا وريهام عبد الحكيم واياد فاروق وكان صوتنا احنا يعني. بس طبعا ذكريات كبيره جدا للطفوله كنت انا فيها يعني. بعد كده انا جات لي مرحله الطفوله دي عدت، كنت انا فيها محقق فيها حاجات كتير، فكان نفسي بقى احقق اللي انا كنت بحلم بيه طول عمري بقى، ان انا ابقى مطرب يعني وممثل، لان انا بدات كده. بعد كده عملت مسلسل، والمسلسل ما حققش نجاح خالص بعد ام كلثوم، وكنت بمثل فيه دور بطوله يعني، مش حاجه صغيره يعني، او لاين مهم يعني. برضو ما حققش النجاح اللي انا كنت نفسي فيه، لان كان لسه بقى في بداياتي كممثل وانا كبير، فما كنتش لسه مالك ادواتي قوي. كل دي كانت محاولات وكل ده كان تخبيط، لحد ما مضيت مع محمد فؤاد، الفنان الكبير طبعا محمد طبعا فؤاد، بنحبه مضيت معاه جدا. كمطرب مش كملحن. كل ده محمد، انا اسمي محمد فؤاد كمان على فكره، الشهره ساعتها، واسمي مع اصحابي مديان. اشمعنى هو عايزين كده برضو اسمي مع الحته اصحابي، دي؟ هو واحد صاحبي قال لي انت شبه واحد صاحبي زمان وانا صغير اسمه مديان، فانت مديان. وطلعوه عليا خلاص. فانت شبه، فانت اسمك مديان على اسم فاسمي واحد مديان، صاحب صاحبك صغير زمان ولا ليه علاقه طب بيا دورت عليه ولا بحب الاسم ده بوست؟ لسه طيب خالص، انا مفيش اسمي بوست؟ محمد، طيب ايه مديان بقى ده خالص. لحد ما محمد فؤاد قال لي احنا لازم ندور لك على اسم، لان محمد فؤاد ماضي مع محمد فؤاد هتبقى مشكله. هتبقى مشكله. بس فكره جامده. يعني كان ربنا بعتني لمحمد فؤاد عشان اغير اسمي بس، و3 سنين دول ما استفدتش بيهم حاجه غير ده، وطبعا اتعلمت منه حاجات كتير يعني. بس كنت رايح كمطرب وما بعملش حاجه، فال3 سنين دي قعدت اشتغل على نفسي ان انا اعمل الحان ليا انا، بقيت انا اللي اكتب ولحن، لحد ما عملت اغاني
خلصت مع محمد فؤاد الفترة بتاعتي، وبدأت أتعرف بقى على المطربين بالأغاني اللي أنا طلعتها إن أنا ألحنها لهم، لحد عملت أغنية كل اللي كان. اتعرفت على أحمد شتا، كانت ساعتها لسه تيما تيما يعني من غير كلام. اتعرفت على أحمد شتا، وطبعا شاعر كبير جدا وعمل نجاحات كتيرة جدا في الفترة دي. كتب الكلام الجميل ده ومضيت مع هاي كواليتي، ونزلت الأغنية 2006، والأغنية نزلت ما عملتش أي حاجة. فضلت فترة ناجحة بصوتي، لكن أنا نفسي مش معروف ولا حد عارف مين اللي بيغني الأغنية دي. وفجأة بقت من أنجح أغاني الأفراح الشعبي. أوكي. من أنجح الأغاني زي. يعني موجودة. دي أغنية هادية حتى. هما بيغنوها بقى كموال. كل زي مثلا تامر عاشور ونونو سميح لما عملوها كده شعبي. بس كانت من أنجح الأغاني. ونزلت وغناها المطرب اللي انا بحب صوته جدا رضا البحراوي، وناس طبعا. كتير، ومحمد شاهين غناها ومصطفى حجاج غناها، وناس كتير جدا جدا في الفتره دي اتغنت في الافراح الشعبيه يعني. وانا مش موجود خالص في الاغنيه. طب ممكن تفكرنا بحته منها عشان كل اللي كان على فكره ده انا اللي انت بتقوله ده لا حصل موقف كده في بس يعني اتشتمت فيه في ماشي في الشارع في 2007 كده، اللي هو بعد الاغنيه ما نزلت بسنه يعني. واحد بقى مشغل كل اللي كان جوه مني، فانا عمال بقى اقرب واسمع بقى وفرحان بقى انا فلقيتني زنقت عليه جامد قوي، ففضل يفتح يفتح، افتكرته عرفني بقى، فابتديت اضحك قال لي يا حمار انت ليه كنت بزنق عليه؟ لا والله ده انا اللي كنت عايز اقول له انت بتشتمني وانا اللي مغني الاغنيه وانا اللي مدلعك دلوقتي في العربيه. اتضايقت قوي ساعتها، خدتها على كرامتي جدا. ده انت اللي ضرب السلطنه جوه العربيه فعلا. انت بقى انت ليه زنقت عليه جامد قوي؟ فتح الشباك. بس كان موقف كوميدي جدا. طب يلا نغني بقى. كل اللي كان جوه مني كأنه كان يا مكان، هبعد بعيد غصب عني، صعب ادي خاين امان، انسى الجرح والاسية ولا الالام والعذاب، تحلف وتكذب عليا، تحلف بايه كداب، انسى الجرح والاسية ولا الالام والعذاب، تحلف وتكذب عليا، تحلف بايه كداب، كل اللي كان جوا مني كانه كان يا مكان، هبعد بعيد غصب عني، صعب ادي خاين امان. خطيرة الاغنيه أيوة، رجعتنا شويه كده لفتره لطيفه جدا. طيب امتى نقول ايه اللحن اللي عملته او الحاجه اللي عملتها فعملت بوم بقى الباص بقى جت من مديان بقى؟ هي جت ثلاث مراحل ورا بعض كده. كنت 2009 بدات خلاص ان انا اعمل بقى الحان كتير وخلاص سبتني بقى موضوع الغنى ده خالص لانه مش جاي معايا خالص، ما فيش حاجه يعني عملت نجاح ليا ملحوظ. سبت الغنى وسبت التمثيل. وسبت بقى التمثيل خلاص لان التمثيل بعد جرب كده وجرب كده. التمثيل لما نزل المسلسل ما عجبنيش خالص يعني، انا بالنسبه لي ما عجبنيش ادائي يعني. فقلت لا انا لازم لما املك ادواتي صح. هو نزل منصه؟ لما ما كانش في منصه وقتها. لا مش منصه، نزل على قناه النيل. اوكي. كان تمام. اخر حاجه لقطاع الانتاج تقريبا من الحاجات اللي هي كانت مشهوره ساعتها يعني. في 2009 عملت اغنيه لكريم محسن اسمها كان ليا كلمه قبل ما اسيبك وتسيبيني، حاسس نجاح لطيف. جميل كريم. ملحن شاطر برضه. ملحن شاطر جدا ومطرب جميل وبيعافر يعني انه يكون في وسط كل المشاكل الانتاجيه اللي بيواجهها وبيواجهها اي حد. كل الناس ما بقول لك لسه اي حد. ولسه بيعافر انه يكون موجود يعني، فربنا يكرمه ويكرم كل الناس يا رب. وبعد كده عملت اغنيه لنفسي، قلت خلاص هغني بقى يعني اغنيه اسمها هقدر لتامر عاشور. دي كانت انتاجي انا وانا اللي هغنيها وهنزلها. بعد لما عملتها عجبت سعيد امام مدير انتاج روتانا وحبيبي طبعا واخويا الكبير، عجبته وقال لي بص
اشتري منك الاغنيه دي واديك 8 اغنيتين، ولا انت حابب تنزل بيها؟ هعمل لك اغراءات يعني. انا حابب طبعا سعيد جامد. لا وفي نفس الوقت الفتره دي انا كنت بعاني من فتره طويله جدا انا قدام اهلي وعيلتي ان انا ما بعملش حاجه، انا بنزل اغاني ما بتعملش حاجه، بمضي في شركات وبسيبها، فعليا انا مش موجود على على الساحه يعني. فقلت خلاص اخد اغنيتين واعمل اغنيتين حلوين وانتجهم بقى بعد كده وانزلهم، وما دام هو عايزها لحد تاني، وبالذات تامر عاشور ما كنتش لسه شفته يعني. تامر المطرب يعني مهم جدا هيدي بصمه في الاغنيه حلوه برضه، وفي نفس الوقت ايه اديتها له كده على استحياء، وكنت مش عارف انا عملت حاجه صح ولا غلط. ومشيت وعدت 2010 والاغنيه لسه ما نزلتش، وتنزل يوم 27 يناير 2011. انا قلت بعد 25 يناير، فقلت كده طب كويس ان انا ما خدتهاش، لان لو كنت خدتها كانت نزلت ويعني ما عملتش اي حاجه. وفجاه تاني يوم كلنا طبعا شفنا اللي حصل في التلفزيون، خلاص الدنيا باظت يعني. وبدأ موضوع الحظر، الناس فضلت قاعدة في البيوت تسمع الأغنية. واتشهرت جدا. الأغنية دي من أنجح الأغاني اللي أنا كنت عملتها في فترة يعني اللي قبل كده كلها بقى. وفجأة أنا صابني حالة إحباط كده، إن أنا طب هعمل إيه بقى؟ وبعدين بقى؟ هعمل إيه اللي جاي؟ اللي جاي يعني. مصر كلها قعدت في البيت يعني. بقيت أنزل وأشتغل وأعمل أغاني، عملت ساعتها حاجة مستخبية. وشخصية عنيدة وبجد اتجنن ومن دقتي ولو اقول لك لا ده كل دول في فترة الاكتئاب حلو كده اكتئاب كتير ده كلها يعني اغاني تحفة ما شاء الله. ربنا كرمني ان هم يتاخدوا من اصالة تاخد بجد اتجنن وشخصية عنيدة، وحماقي ياخد حاجة مستخبية. حاجة مستخبية دي عملت قنبلة في السوق. لا يعني كل يعني كل الاغاني اللي ولو اقول لك اليسا وينزلوا الثلاثة في رمضان 2012. نزلوا 15 رمضان بالظبط اللي هو اقول لك، و29 رمضان كان نازل حمائي حاجة مستخبية ومن دقتي، واول يوم العيد كانت شخصية عنيدة وبجد اتجنن. وبقيت موجود كملحن، وكأن ربنا كان بيحوش لي فترة التعب والسعي ده كله عشان يجمع هالي من كتير من 89 فعلا. لا 89 في اللغة يعني. والله ده فترة طويلة جدا. عارف برضو يا مازن انت كنت في الفترة اللي فاتت دي كلها، خلي بالك الواحد بيقعد يجرب كذا حاجة لغاية ما يلاقي هو ده، فانت مش عيب يعني. مثلا انا كدلوقتي مذيعة كلينا، ممكن لو مثلت افشل، ممكن لو جربت اغني افشل، لكن انا جربت اذيع ايوه هو ده، مش معنى كده ان انا وحشة في الباقي. بس ما هو ربنا اللي بيختار في الاخر. مش معنى ده ان يعني انت ما تجربش تاني تجربة تمثيل، ممكن تجرب الاثنين، ممكن تجرب الاغاني تكون متمكن اكتر. يعني انا في فرحي عملت اغنية اسمها عملة نادرة. الاغنية دي كنت عاملها لمراتي عادي جدا وبنزلها وبغنيها قصدي عادي جدا، وكان عندي المنتج الكبير ويعني والاب لينا كلنا استاذ محسن جابر وابنه صاحبي وحبيبي محمد جابر، وكانوا بيصوروها بس كده في كفيديو يعني. ونزلت على مزيكا ومباركه ليا وفي فرحي وكده. انا لقيت تاني يوم جوازي محمد جابر بيقول لي انت لازم تبعت لي بوستر دلوقتي، الاغنيه دي لازم تنزل، الأغنية دي عاملة شغل عالي جدا. فلقيت الأغنية بجد عملت شغل جامد قوي أول ما نزلت، ولقيت بتشتغل في أفراح أنا ما أعرفهاش، واتطلبت في فرحين ورحت بجد والله رحت فرحين كده وغنيت، بس طبعا مش مقابل مادي، لأن أنا ساعتها كمطرب مش عارف أقدر نفسي. إحساسك إن هو الأغنية أصلا تتعرف وتوصل لكل الأفراح ده كفاية بالنسبة لي. وغير كده كمان أنا العروسة نفسها طلباني بالاسم. فرحت وبعد كده رحت الفرح برضو العروسة طلباني بالاسم وبتقولي ان دي ذكرياتي ما بيني وما بين اللي انا يعني حبيبها يعني خطبها وكده. فرحت وانا مبسوط جدا بان انا بشاركهم اللحظة دي ماشي، بس مش عارف هنزل اغني ازاي يعني، لسه ما عملتش مكتبة او اقول ايه غير الاغنية دي صح. فيرجع تاني حلم الغنى ان انا اغني، وانا في ساعتها 2015 دي بقى خلاص انا حققت الحمد لله حاجات كتير جدا. انت كنت بتخش البيت بالسيجار بقى
في ايه؟ صح؟ خلاص بقى انت بقى حققت بقى حققت بقى ان هو انا عمرو دياب انا بقى دخلت دوام البيت يا الحال وانا كتير شيرين طبعا والدور بيك المثل اصلا بقى ثلاث اربع يعني البومات وتامر حسني وتامر حسني بين يوم وليله لا كتير يعني انا اشتغلت وحمائي شخصيا عملت له برضو حاجات تانية اللقا اغنيه اللقا بتاعت فيلم من 30 سنه احمد السقا فلا انا اشتغلت مع ناس كتير بقى ساعتها فهرجع تاني اشتغل على الموضوع بقيت كل ما اعمل اغاني برضو تتاخد من يرجع لك حلم الغنى تاني ان انت انا برضو عايزه اغني بصي انا دايما ما ببطلش احلم بكل حاجه يعني كملحن انا حاسه لسه ما عملتش حاجه لسه حاسس ان انا عايز اوصل لحاجات اكتر من اللي انا عملتها بكتير ولسه انا يعني كنت في تركيا لسه راجع اول امبارح يعني ف هناك انا بعمل حاجات الحمد لله كويسه جدا وانا لسه عامل برضو قبل كده اغنيه حاجه مستخبيه اللي هي هدند انفصله لابريل اشار فحققت نجاح هناك في تركيا كويس الحمد لله فان شاء الله في مشاريع جديده قريب جدا هتسمعوا حاجات حاجات بقى العالميه يعني ان شاء الله يا رب فدي برضو مرحله كنت هتبقى دولي يعني نقول مدن الدولي يا رب مدين الدولي غني بقى غني شعبي اوكي مدين الدولي ايوه عجبني مدين الدولي ريميكس ايوه بس فكملحن لسه ما حققتش حاجه من اللي انا بحلم بيه كمطرب نفس الكلام كممثل طبعا ما عملتش حاجه يعتبر غير ام كلثوم يعني ليه قيمه فربنا يكرم يا رب ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله بس ده كده كتير اللي انت بتعمله في ايه ما بتحسش انت بينك وبين نفسك كده انا عارف ان انت انا فاهم الشخص بيبقى عامل ازاي طموح وعايز يعمل كذا وكذا 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 هنخش بقى في صاحب بالين كذاب وصاحب انا صاحب بال واحد على فكره يعني انا بعمل الاغاني لنفسي لحد دلوقتي خدها مطرب انا بفرح له جدا يعني مفيش اغنيه بتنزل لاي حد من النجوم الكبار سواء راجل او ست ومبقاش فرحان بيها ببقى عاملها كانها ليا حتى الاحساس الحريمي ده ببقى عامل اللحن كانه بتاعي الكلام خلاص احساسه يروح للحريمي اكتر فخلاص يعني زي اخرهم كانت جت سيرتها اللي هي جابوا سيرته جابوا سيرته دي كانت جت سيرتها وكنت انا عاملها لنفسي برضو وبقت جابوا سيرته بتاعت اصاله من الحاجات الناجحه جدا انت غيرت لله. الكلمات شيفتنج وقعدت معاها 13 سنه لحد ما راحت لها اصاله دي لما بشتغل معاها بحس ان انا بشتغل مع اختي الكبيره معرفش ليه بحس ان دايما بشتغل في وسط جو عائلي وبتحب هي تعزمنا ونفطر مثلا عندها في رمضان معاها. هي بتحب الجو العائلي قوي وغير ده وده طبعا هي صوتها في حته تانية طبعاً. خطيره طبعا صوتها قوي جدا بس هي تشتغلي معاها وانت حابه القعده بتاعتها وحابه الشغل معاها وكل حاجه كغنى هي بتبقى في الاستوديو عامله زي الطفله الصغيره انت اللي انت عايزه اعمله وانا معاك وبقعد اخد منها حاجات تفاصيل ممكن ساعات انا نفسي بمل اقول لها خلاص مش عايزين نعمل ده هي ما بتملش هي عايزه هتقول عايزه تشتغل بالشكل ده يعني وتقول حاجات احلى ساعات بس ما يرضهاش انا عايز اقول اللي انت قايله لحد ما بتنزل عشان كده نجاحاتنا مع بعض الحمد لله كتير جدا من اول شخصيه عنيده بجد اتجنن ومواقف مؤلمه وعلى ايه وهو حبيبي والحب وعذاب الحب تتر مسلسل لا تطفئ الشمس ده الاغنيه دي جت وعملنا قوية جداً. كل ما تفتكره بتسرح اشتغلت معاه كتير قوي إيه؟ ما شاء الله جدا يعني جدا وعملت جمع يا رب قلوب يعني انا 11 اغنيه تقريبا عملنا مع بعض فلا هي ليها غلاوه خاصه برضو طب والهضبه بقى عمرو دياب عشان ده محطه ده محطه لوحده كنت طبعا برضو بتعمل لنفسك و كان بص هو فكره لنفسي دي انا بعمل ان انا اكون راضي عنها انا لو مش راضي على الاغنيه على فكره ما بسمعهاش حتى لو عجب صناع الشاعر ولا الموزع اللي عامل معايا الاغاني انا لما بحب اغنيه بحبها كاني هغنيها وابتدي اعرضها بقى خلاص للناس لما بشوفها لايقه على حد لو ما عجبتنيش كانها ليا حتى لو عاجبه الناس ما بعرضهاش اصلا نفس الكلام عمرو دياب لما بشتغل دوام الحال ولا عمرنا ما هنرجع ولا اي حاجه اتعرفتوا على بعض ازاي اصلا ايه اللي جمع انا عايزه اتخيل كده ان عمرو دياب بكون قاعده قدامه وبديله لحن وبنتناقش عمرو دياب على فكره ده من ابسط الناس في التعاملات يعني انا ما تخيلتش كده عمرو دياب معادله بسيطه جدا واحد زائد واحد بيساوي اتنين اغنيه حلوه يعني هتشتغل معايا بس
مفيش مش هيجاملك، مش هيقول لك مفيش افكار كتير، يعني مفيش تفكير كتير، مفيش هاري خالص من الاخر. يعني هتعمل اغنيه حلوه هتبعتها له، معروف بقى مش معروف، عملت مع مين ما عملتش مع مين، هياخدها يعني هياخدها، وهو اللي هيبقى حابب يكلمك ويتواصل معاك وياخدها منك ويبقى فرحان بيها فرحه حد لسه بيبتدي. وده اللي نجحه طول عمره في الفتره اللي فاتت ولحد دلوقتي بنفس الاسلوب، دلوقتي بينجح كانه لسه مطرب جديد عنده نفس الشغف. صح، دي حقيقه. انا شفت ده في مراحل كتير، يعني دوام الحال دي بعتناها له الساعه 6 الصبح، خدها الساعه 10 الصبح، انا ما تخيلتش، وغناها الساعه 9 بالليل، يعني دي حاجه السرعه في الاداء، يلا قوي. نضرب على الحديد وسخن. دي كانت نازله سنجل كمان الاغنيه، نزلت سنجل. دي كانت اوائل السناجل بتاعته، كانت اصلا بتفرق بعدها دي على طول. انا ما صدقتش السرعه دي، انا يعني كنت بسمعها المطرب لسه بيبتدي بسمعها له، وقال لي طب عايزين نشتغل على الدخول وبتاع، قلت له بس انا عجباني كده زي ما هي، ما كنتش متخيل ان عمرو دياب هياخدها، وانا عارف ان دكتور حسين محرم ده كان اول تعاون ما بينكم، بعتها له، يعني انا عارف ان هو بعتها له، بس ما كنتش متخيل ان هياخدها، لاني حاولت كتير قبل كده ابعت له حاجات وما حصلش نصيب، ما نجحتش. وراحت لنجوم كبار على فكره. بس ما حصلش نصيب، كان اول تعامل ده كان ده. ما هو يعني بس هو بيتهيألي عمرو دياب حلم لكل ملحن برضه انه يشتغل معاه. اكيد اكيد. بعد كده عمرنا ما هنرجع كان هو في دبي. وانا بعتها له على الواتساب وقال لي دي كلمات مين؟ قلت له تامر حسين. كان تامر حسين معاه في دبي. دخل على تامر حسين بيغني له الاغنيه وهو اسلام زكي، وحكوا لي الموقف. اتبسطت جدا ان هو خدها في توقيت برضو خلاص، خدها ونفذها وبقت بتاعته خلاص، يعني بيرد في لحظه. اغنيه حبايب ايه فاجئني برضو، كنت انا في لبنان واتفاجئت ان موبايلي بيرن ما بيسكتش، فاجئني ان هو غنى الاغنيه في اللايف. بس بقى في ثقه يعني ان مديان خلاص اللي هو يعني مش لازم ياخد مني اوراق الاول عشان يغني، خلاص بقى في ثقه يعني. كان الاول كان لازم يعني خد الورق في تمام الحال قبلها، عمرنا ما هنرجع نفس الكلام. خلاص بعد كده بقى في ثقه، غنى دي وغنى عمرنا ما هنرجع زي زمان نفس الكلام برضو، فاجئني بان هي اتغنت في حفله، واللي يمشي يمشي بقى، واتقال وراه دي الحمد لله كانت من التجارب. بس انا اعرف عنه طب. حاجه عايز اتاكد منك عنها. ودي حاجه يعني مش مهم عرفتها ازاي بس اعرفها عنه. قول. هو انت لما تبعت له اغنيه على الواتساب لو ما ردش يبقى شكرا. بص لا هو في بلوك بو. لا لا مش قصدي. لا 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 يعني لو هو بعت له، لو مديان ساعات يعني لا سمح الله بعت لحن وهو ما عجبوش فهو ما بيردش. بس عمرو دياب لا ما بيردش، هو ما بيردش يمكن يبقى لا ما بيردش، يبقى مش عايز يقوله وحشه. ايوه بالظبط، ما هو ده قصدي. بص عمرو دياب عنده حاجتين، يا اما انت بتبعت له بوقت مناسب وهو بيدور على الموضوع ده، او انت بتبعت له اغنيه لو انت بعت له تملي معاك بعتها له تاني مش هياخدها لو هو مركز في حاجه تانية. هو بقوه تركيز غير طبيعيه، يعني بيدور على اغنيه مقسوم، عمره ما هيسمع اغنيه هاوس، هو عايز ده خلاص. هو عايز ده. طب مادين عايز اسالك سؤال دلوقتي، انت علاقتك بالنجوم اللي انت اتعاملت معاهم بتهيألي بقيت فاهم كل واحد شخصيته ممكن ياخد اغنيه شكلها ايه، هل ده سهل عليك دلوقتي وانت بتكتب مثلا سوري وانت بتلحن لحن معين انت بتبقى عارف ان اللحن ده رايح لتامر، اللحن ده رايح لعمرو دياب، وتبقى عندك ثقه شويه لان انت خلاص اتعاملت معاهم وعرفت كل واحد بيحب ايه وشخصيته في ايه. حاجه احنا دايما كلنا كصناع وكمطربين كل المجال الفني بتتفرض علينا ان الذوق العام دايما بيتغير، فالمطرب نفسه مش عارف هو عايز ايه، المطرب نفسه دايما بيبقى عايز يجدد، فما بقاش في حد يبقى عارف ان الاغنيه دي تنجح ولا لا. بس اغاني عمرو دياب بيبقى ليها تيست كده مختلف. والله بصي انا بشتغل فعلا زي ما قلت لك، انا بعمل اغنيه حلوه وهي بتفرض نفسها وخلاص، بس حتى عمرو دياب شخصيا هو بيبقى كل اغنيه بيبتدي يشتغلها بجد كانه لسه بيبتدي، كانه لسه بيبتدي، تحس ده حاله تانية. صح. وهو نفسه بيبقى مرتبك جدا ونفسه ينجح، يعني عمرو دياب انا يعني الكلمه اللي انا لما عرفتها استغربت جدا ان هو لسه لحد النهارده يقول يا رب انجح، يعني لسه والله لحد دلوقتي هو عنده شغف النجاح، ان انزل اغنيه وتنجح النجاح اللي هو اللي احنا عارفينه عن عمرو دياب. نفس الوضع ده مثلا بعد 13 اغنيه ولا 11 اغنيه الاصاله، نفس الكلام. انت برضو ما بتبقاش عارف ان الاغنيه دي هتنفع على الاصاله. على فكره جابوا سيرته
كانت كلام تاني خالص، وكانت اغنيه تانيه كموضوع من اول الكوبليه كان متغير خالص وما كانش زي ما نزلت كده. وكنت رايح الاستوديو هنغني الكلام اللي هو اللي اتكتب جديد، وما كنتش مبسوط بصراحه. يعني انا نفسي هتغني جايد يعني؟ لا هتغني، هتغني فاينل، هتغني هتغني فاينل. وانا ما كنتش مبسوط، واللي كان بيأيدني كان انس اخوها. انس ده حبيبي برضه، انس دغري وعنده ذوق جامد برضه. اصاله كانت معجبه بالحاله اللي كانت مكتوبه، لان كان الكوبليه كان بعد فتره لقيته قدامي في وشي، دخل عليا وايده مش عارف عامله ازاي، ان هو دخل مع حبيبته اللي هي كان حاضنها، فحسيتها ان هي كانت هتروح في جو درامي قوي وفيلم قوي يعني. ما خليناهاش اغنيه عامه، ما بقاش جابوا سيرته في وسط موضوع قلت اسمع وبس، لا بقت قصه. انا ما كنتش حابب ان هي تبقى قصه، لان كان نفسي تبقى حاله عامه. فالحاله العامه الاكتر ان هي تبقى ان انا مشيت، ان خلاص حسيت ان الدنيا وقفت، ووقفت حياتي كلها في اللحظه دي، ومشيت والدنيا وحد، وسمعت صوت بيقول سبوع لوحدها يعني. موضوع كان يقشعر. ايوه صح. بس عشان اصاله كانت متحمسه للاحداث بتاعه الاغنيه، ان هي تمشي تتابع فكره قصه، فما كانتش شايفه الجانب التاني ده. لحد في الاستوديو بقينا ايه، كل ما تغني حته اقول لها طب تيجي نجربها القديمه، وانس نفس الكلام يقول لها تعالي يا صولا نغني الجزء القديم. بقت تغني الجديد ما يعجبهاش، تغني القديم يعجبها. يعجبها، فقلنا خلاص. قعدنا 6 ساعات على فكره بنغني الاغنيه دي، وطلعت زي ما احنا الحمد لله. الاغنيه دي يا جماعه نزلت النهارده، بقت ترند. ونزلت متسربه. اتمسحت. نزلت تاني، بقت ترند تاني واتمسحت. بعد كده نزلت اوفيشال بقى خلاص، مش متسربه، بقت ترند وكسرت الدنيا. اصاله كان عندها تاني يوم بقى حفله في الكويت. فلسه بتقول انا هغني لكم اغنيه جديده واغنيه مش جديده، اغنيه لسه ما شرحتش بقى الثانيه. قالت الاولى جابوا سيرته، الناس صوتت، هي نفسها اتخضت. انا عندي الفيديو ده عامل عندي في الفيسبوك الله. 9 مليون فيو تقريبا حاجه كده، بس المقطع ده من كتر ما الناس كانت مبسوطه قوي برد الفعل ده، وانا نفسي اتبسطت طبعا. اغنيه الناس كانها حافظاها بقى لها فتره، وهي لسه نازله امبارح بالليل. فدي كانت حققت نجاح من اكتر النجاحات. حتى اصاله بعتت لي قالت لي يا مادي حبيبي ده من اكبر النجاحات اللي حصلت بينا. الله. واحنا كنا عاملين 11 يعني 10 اغاني قبلها. بس دي عملت نجاح مختلف تماما. فالحمد لله. طب برضو عايزين نتكلم بعلاقتك بتامر حسني، لان تامر حسني من الفنانين بحسه هو بيلحن اصلا وبيكتب وبيخرج وبيمثل ادم صبري وبيغني. ادم صبري بيعمل حاجات كتير، راجل مستحيله. وبحس ان تامر حسني كمان بيتدخل شويه ويحب يحط الفليفر بتاعته، دي حاجه حلوه تميزه طبعا، مش حاجه وحشه. فوانت بتشتغل معاه هل مثلا ممكن يقول لك لا ما نعمل كذا مكان كذا، ولا هو تامر هي انا عايز اقول لك على حاجه. تامر على المستوى الشخصي انا بحبه حب غير طبيعي. هو يعني انسان محترم وجميل وجدع، غير طبيعي وجدع مع كل وليه مواقف انسانيه مع ناس. كفايه يعني ان فرحي طبعا، انا في فرحي ده انا عايز اشكر ناس كتير، في حمائي طبعا اللي جالي من اول الفرح وفرقته والستيج بتاعه، وغنى على فرقته كل الناس، ويعني ولقيت فجاه اتفاجئت تامر حسني كان قايل لي انا مسافر. واتفاجئت ان هو داخل في وسط القاعه، جه من المطار عليا يعني، وقال لي انا يعني ما فوتتش اللحظه دي يعني. ودي كانت حاجه بالنسبه لي كانت كبيره جدا عندي، لانه كان فعلا مش جاي خلاص، هو قال لي مش جاي وخلاص يعني. تامر بقى على المستوى الشخصي زي ما قلت لكم انا بحبه جدا جدا. على المستوى اعلان وعنده، فدايما هو مشتت جدا جدا، فممكن ابعت له اغنيه مهمه ما ياخدش باله منها دلوقتي، والاقيه مثلا يرد عليا بعدها مثلا 6 شهور 7 شهور، تكون راحت، تكون نازله يعني خلاص اصلا، تكون الاغنيه نازله اقول له تامر انا اسف والله بس الاغنيه نازله كمان اسبوع مع كذا. حصلت كتير بقى يعني، مره اليسا، مره ايوان، مره كنت اسالك ايه هي الاغاني دي، عندي فضول اعرف. اليسا حب كل حياتي دي من الحاجات اللي تامر حبها جدا، كان عايز تنازلاتها، قال لي دندن انا عايز التنازلات بتاعتها خلاص، ولقيت ان ودي اغنيه يعني هيت لليسا فعلا طبعا. اتعملت اعلان لزوردي، واتعملت كل حاجه طبعا، واتعملت كليب.
عايز اقول لكم ان دايما بيحصل في الاغاني المهمه جدا الديلي ده، يبقى انا بعت له مهتم جدا، عمري ابتدى، بس كان هو بيعمل اغنيه، قال لي والله يا دندن انا بعمل اغنيه واسمها عمري ابتدى، قلت له والله انا عامل اغنيه اسمها عمري ابتدى، ومع تميم برضو الاثنين نزلوا في نفس الوقت. اغنيه اسمها يا عز عليا بتاعت اوان برضو، ومحمد فؤاد على فكره كان عايز نفس الاغنيه. اغنيه ايه، اغاني كتير على فكره، اغنيه فوق رامي جمال ده هو خدها وراح نفذها مع توما، راح يسجلها لتوما، فتوما جاي بيقول لي، فقلت له انا بعتها لرامي جمال خلاص، فرحت بعت لتامر واعتذرت له برضه، انا اسف يا تامر والله، بس ممكن هو مشكله تامر ممكن تشوف الواتساب بسرعه يعني. لا تامر انا ما فيش مره ببعت له غير لما يرد عليا بعدها في ثانيه، يعني ما شاء الله عليه دايما برضه اكتف جدا جدا. بس لما يبقى معانا الرقم، يعني هو دايما ايه يبعت لي دندن، اقول له دندن دي بيقولها لي واحد بس، فيقول لي ايوه انا تامر حسني بتاع، كل شويه غير رقمه. طبعا قلت له مره تامر انا كل شويه اتغير الرقم، قال لي انا كل ما اروح الشغل اغير الرقم، وقعدنا نهزر مع بعض وكده، بس فعلا لحد ما بيجيب رقمه ويبعته لي وانا ابعت له اغاني، بيحصل ديلي رهيب، بيحصل تاخير، دي حقيقة رهيب، فلاقي الاغاني دايما، دي حقيقه هو فعلا هو بيغير لكن رقمه يعني في الشغل نفسه، في اغنيه نفس زي النهايه ما بيغير هدومه. ايوه ده حقيقي. في الشغل بقى نفسه اغنيه نفس النهايه كان عنده وجهه نظر مظبوطه جدا، لما كان عايز يغير حاجات معينه، لما جربتها انا برضو بحب ان انا اكون فليكسبل، يعني ما بقاش هو ده وخلاص، اجرب، طلعت حلوه تمام، ما طلعتش حلوه ممكن انا كنت اقول له مثلا ممكن ما تحسهاش يعني، هقول له ساعتها يعني، حصل معايا مع ناس تانية زي ما حكيت مع اصاله حصلت معاها مره قبل كده في بجد اتجنن، ده اول تعامل بيني وبينها واول مكالمه بيني وبينها في حياتي، اول مره اسمع صوتها حتى في تليفون، المفروض واحد غيري خلاص احنا هنشتغل وخلاص بقى، فكانت اول اغنيه قبل شخصيه عنيده كمان، وقالت لي انا عايزه نعملها مقسوم، قلت لها مش هتنفع دي هتبوظ، طب خلينا نعملها زي ما هي، قالت لي ما دي انا عايزاها كده وهتبقى احلى، قلت لها طب بصي يا سولا انا عندي راي، يعني انت عندك لو افترضنا ان الالبوم 10 اغاني في 9 تاني لو الاغنيه دي لا قدر الله ما عملتش حاجه خلاص، ولو نجحت يبقى اضافه ليا وليكي، فعشان خاطري ممكن تديني فرصه بس اعملها، ساعتها رحت بقى للموزع اسامه عبد الهادي وقعدنا نشتغل عليها، وقعدت على ايده لحد ما خلصناها تاني يوم، يعني طبقنا يعني عليها، بعتها لها اتبسطت بيها والحمد لله الاغنيه نزلت، حققت اصلا نجاح كبير برضو، وساعتها ادتني بقى الثقه في فكره شخصيه عنيده، وبقت اسم الالبوم وبقت حاجه بقى حلوه يعني. في تامر لقيته عنده حق، ان انا كنت عامل حياتي ما لها عذاب قضى عليا اندرا اللي تلا ده بريتوما، فكان في ديل كده صغير ده لو شلناه كان هيبقى فعلا احلى، فلما شلناه لقيته فعلا احلى، حياتي ما لها عذاب قضى عليا خد مني اللي عايزه وساب وجع فيا وما سابش اي باب رجوع عليا مهما عدى من حياتي مش هصفى لي، فبقت احلى. فالحمد لله حقت برضو. انت فكرتني دلوقتي ان احنا لازم نسمع حاجه، انا كنت احنا عشان الوقت هنختم بيها، انا عايز عن الوقت هنسمع منه حاجه، بس انا في حته في وسط كلامه من شويه حلوين انا عايز ارجع لها، انا غتت شويه. لا ده حبيب سلام يا حبيب. سلام. انت من شويه وانت بتتكلم قلت الذوق العام كل شويه بيتغير، تمام؟ طبعا هو الذوق العام بيتغير من الجيل الصغير بسماعهم بقى، سواء بدءا من المهرجانات وبعد كده دلوقتي التراب والراب ومش عارف ايه والكلام ده كله، والمطربين بتوعنا اللي احنا بنقول عليهم كوميرشال البوب، يعني بتوع الوطن العربي، كل سنه بيروحوا ماسكين اتجاه، السنه اللي فاتت مسكوا اتجاه الافرو بوب، عشان الافرو بوب طبعا يعني كان مبهدل الدنيا بره سيكي ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبعد كده السنه دي كله هيروح بقى في حته الريترو والديسكو والكلام ده كله، عشان ده راجع تاني. ده حقيقي. انت بقى كملحن بتشتغل بالفكر ده، يعني بيبقى عندك مثلا بترمي مثلا باد او باد او لوب او اي حاجه متعلقه بالنوع ده من المزيكا وترمي فوقيه لحن؟ ساعات بعمل كده. اوكي. بص انا بالنسبه لي شغلي شويه ممكن يكون غريب يعني، عشان كده عايز اعرف بتشتغل ازاي. انا ممكن اشتغل على شويه بفهم في الحته دي، فعايز اعرف، احب اعرف يعني الملحن اللي قاعد قدامي بيشتغل ازاي.
انا اولا ما بعزفش على آلة وانا بغني يعني. بقي ايه حلو جدا. وما بعرفش اعزف وانا بغني يعني كمان يعني بحب اغني بس وبعد كده ابقى اعزف الجايد بتاعي مثلا. الالحان انا بلحن على اي حاجه، ممكن مثلا اخد كلام انفعل بكلام وامشي وراه احساسه وامشي، وبحب جدا برضو ده. ممكن الحن تيمه كاني سامع كلام بس هو مش كلام خالص. ممكن الحن على دي انا مزيكا عارفها دي، اللي هي الكلام الوهمي ده. ايوه عارفه. وممكن الحن على كومبو زي اللي هو الماينس وان مثلا بتاع طبعا اغنيه انجلش بتاع، وماليش علاقه يعني، ماليش دعوه بلحنها خالص، ما بحبش فاهمك اسمع كويس لحنها. جدا. ناس كتير جدا جدا بيعملوها. انا بقعد اذاكر اللي ناجح في العالم كله عشان يبقى عندي المخزون بتاع يبقى ابديتد يعني. طبعا. وبعد ما ببقى ابديتد بسيب نفسي، ما بقعدش اشتغل لان ما بحبش كلمه اشتغل دي. ودي عملت معايا دايما يعني مشاكل، ان ممكن ابقى قاعد دلوقتي مع نجم معين قاعدين نشتغل على حاجه وما يطلعش حاجه، مش عايز. صح. انت مزاجنجي جدا كله بالمزاج. جدا. وساعات اعمل 5 6 اغاني في يوم. يعني في اغاني يا جماعه انا لحنتها وانا بقرا الكلام. اغنيه هقدر دي مثلا، الشاعر وليد الغزالي بيسمعها لي بيقول لي ماديان قولي رايك كده في الكلام ده. فقلت له ايه ده؟ هقدر، ايوه هقدر بعد مين؟ والله وانا بقرا الكلام. هي ملكه سبحان الله على فكره، وانا بقرا هي الكلام بتبقى انا تالنت. يعني فقال لي ايه ده يا مديان، انا كنت بسمعها لك عشان دي تيمه انا كاتبها على لحن بتاع حد تاني، بس والله ما مديها له خلاص هي كده. هي دي خلاص، يلا نقرا الفاتحه. والله العظيم طلعت كده. وفي اغاني تفضل معايا وما بشتغلهاش وما اعرفش مش طالعه معايا. محجره. وفجاه تطلع لوحدها. ده كتير بقى. ما شاء الله. انت نورتنا ربنا وشرفتنا يخليك. وقعدتك حلوه وحكاويك ربنا لذيذه يخليك. تسلمولي ربنا والله يخليك. بجد انا مش عايز اتشرفنا. اكون طولت عليك والله. لا خالص، لا بالعكس والله، ده انت ربنا منورنا يخليك والله حق حبيبي. كمان اكتر من كده، تسلمولي. ومشوارك طويل وناجح، الحمد والنجاح لله ما جاش كده، بالعكس الحمد لله. انت تعبت وعافرت. ربنا يخليك. انا اللي نورتنا، مبسوط ان انا كنت معاك، ويا رب تكون حلقه حلوه كده باذن الله. نورت الدنيا، نورت عيش تسلمين. سعيد. وانا برضه مستنيه تختم لنا باي حاجه، اغنيه انت تختار. تحبوا نغني ايه طيب؟ انا هعمل حاجه سريعه جدا. بص انا هعمل ايه؟ يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي، ويا رب تكونوا استمتعتوا بمديان. مديان اللي هيختم الحلقة دي بطريقته هو. نقول ايه بقى؟ أول حاجة جت على دماغك دلوقتي. أنت أول حاجة في دماغك ايه؟ عيني على ناس منتهى اتأذت منها بعدها، نزلوا من نظري مش هقول عذري، دول عالم عارفه نفسها. قلبي ولا طيبته نفعته، واللي يمسكنه موته. دنيا بتعاري يا ما بتواري، كله على قد نيته. واللي يمشي يمشي زي بعضه، يبقى فضة سكة للي بعده. في الندالة ناس كتير عدوا، دول ما شاء الله. حب من ده كله منفعة، كله بقى عنده أقنعة. مين بقى بريء من الدعاء؟ من هنستثنى؟ عيني على ناس امنتها اتأذت منها بعدها، نزلوا من نظري مش هقول عذري، دول عالم عارفة نفسها. عيش سعيد لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك. اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح. اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح، 24 ساعة ليدي أو غموعك، يلا بينا هنعمل ايه؟ دم دمتك بص للسما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد.